استاذ ممكن اتشرف بحضرتك يعني وقت وقت سير الدعوه يا ريس. هو في اجراءات ما كملتش وهيغير الهيئه لسه هينزلوا في طلب الرد. طب ده هيكون امتى؟ ليه ليه التاريخ لسه المحكمه اللي بتقرر يا جدعان؟ هتقرروا امتى؟ المحكمه اللي بتقرر. محاكمة سفاح التجمع الخمسة من داخل المحكمة وقرار وقف سير الدعوة لحين الفصل في الطلبات. اليوم كانت جلسة سفاح التجمع الخمسة والمحكمة قررت وقف سير الدعوة لحين الفصل في الطلبات. الطلبات اللي هي رد الدعوة. سفاح التجمع مريض نفسي وجلسة محاكمته كانت شائكة الجلسة السابقة، وكان أول ظهور لأم شهد شريكته في جرائمه، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجرائمه خاصة في الساعات القليلة الماضية مع اقتراب كل جلسة للمحاكمة، وذلك لأن جلسة المحاكمة السابقة كانت غير عادية لأخذ أقوال أم مشاهد المتهمة الثانية معه في جرائمه، وكان أول ظهور لها وهي متهمة بالإتجار بالبشر، لأن البنات اللي كان بيخلص عليهم كانت هي الوسيلة ليهم، لدرجة أنها جابت له بنتها وهيئة الدفاع انسحبت إلا قاضي ومحامي واحد، والمحامي رجع تاني عشان كان حاسس إن هو مظلوم، وسبب رجوعه إنه شايف إن الإعلام له تأثير على الحكم. أما القاضي فقد أصدر قراره بأن الإعلام ليس له تأثير على الحكم، وتم الاتفاق من هيئة المحكمة على وقف سير الدعوة لحين الفصل في الطلبات.